أعلن وزير المالية محمد معيط أنه لا نية لزيادة الضرائب، مؤكدا حرص الحكومة على استقرار السياسات الضريبية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل. ولفت وزير المالية إلى أن منظومة الإدارة الضريبية تشهد إصلاحات تاريخية لتكون أكثر تطورا من خلال الاعتماد على نظام رقمي متكامل للتيسير على الممولين أو المكلفين، بما يسهم في تحصيل حق الدولة ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وإرساء دعائم العدالة الضريبية. للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا وحول جهود وزارة المالية لتطوير وتحديث منظومة الضرائب، ينضم إلينا هاتفيا سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمتحدث الرسمي لشؤون الموازنة. أرحب بك يا سيدة سارة بداية على شاشة أكسترا نيوز. إذا ما تزال جماعة الإخوان الإرهابية تلفق المزيد من الأكاذيب لهدف التحريض، آخرها هذه المرة حول زيادة معدلات الضرائب في مصر، على الرغم من أنه الجميع يعرف بأن منظومة الضرائب شهدت خلال الفترة الماضية تطورا كبيرا وتسهيلات كثيرة، كانت تقدم تسهيلات كثيرة للمواطنين. يعني على ماذا تبني هذه الجماعة هذه الأخبار الكاذبة، وما هو ردكم سيدة سارة؟ الحقيقه يعني عدم فهم امور كثيره بيؤدي لمثل هذه الامور، يعني مثلا في حد يتلخبط ما بين الحصيله الضريبيه والضرائب. احنا كل اللي بنقوله انه هذا تطور تاريخي اللي حضرتك اشرتي بيه من استقرار المنظومه الضريبيه، وبالعكس دفعها بمزيد من السرعه للدمج ما بين ضريبه القيمه المضافه والدخل وتحسين بيئه العمل وتخفيف العبء على القطاعات المتضرره واجراء تسويات للمتاخرات الضريبيه المستحقه. وبالعكس وقفنا في ظهر القطاعات المنتجه والمصنعين بحزم كثيره، والحقيقه احنا ما زلنا مستمرين. الفكره كلها انه هذا المجهود الضخم بيؤدي مع الوقت، مع ان شاء الله دفع النشاط الاقتصادي بالحزمه التحفيزيه اللي احنا بنحاول بصددها، انه نسبه الحصيله الضريبيه من الناتج المحلي لابد انها فلما بتزيد مع الوقت ده كان الحقيقه مفاد الكلام، انه بنستهدف في خلال الوقت الجاي انه نمنع كل تجنب وتهرب، يكون في مزيد من الضغط ويكون في تشجيع بالعكس للصناعات الصغيره والمتوسطه. الحقيقه حزم هي الاكبر من نوعها دلوقتي، كمان مع البنك المركزي بيحاولوا يقفوا مع كثير من القطاعات بقروض ميسره. كل ده بالحقيقه هدفنا عجز النشاط انها تفضل، وده احنا الحقيقه من يعني كل هذا هدفه سيده ساره تخفيف العباء الضريبي على المواطنين خاصه محدودي ومتوسطي الدخل. يعني لو تطلعينا اكثر على هذه التيسيرات الضريبيه ان كان لمسانده الممولين في مواجهه فيروس كورونا تحديدا هنا. الحقيقه احنا كنا بمنتهى الحرص حاسبين مساحه ماليه اللي تضمن لينا ان احنا بالوقوف ومساند جميع هذه القطاعات المتضرره ان احنا نكمل عجله الانتاج. وزي ما حضراتكم اكيد والمشاهدين وكثير من المواطنين حاسين انه حاولنا انه جميع القطاعات المنتجه وبالذات اللي هي بتوفر فرص عمل، جميع القطاعات اللي فيها استثمارات حكوميه على ارض الواقع ب كل ما هو ليه دعوه بالانشاءات والمقاولين وكل هذه القطاعات انها تفضل على العجله دايره، بحيث انه هؤلاء القطاعات اللي موجوده في الاقتصاد مع بعض كلها نقدر ان احنا نتعافى من الازمه باسرع مدى. ردا بس على الموضوع الاول، انه كل ده بيضمن ان الضرايب بتاعتنا كنسبه من الناتج المحلي تفضل تزيد، اللي بيها بيتقال فعلا ان في خلال 5 سنين ان شاء الله يا رب الوقت الجاي انه ضرائبنا الحصيله الضريبيه هي اللي تزيد وليس الضرائب. الضرائب لن تزيد على المواطنين، دي معلومه مهمه جدا نحب نوضحها. بالعكس احنا بنخفف العبء، في حل المنازعات الضريبيه، في تخفيف على الاعباء المستحقه واعاده جدوله. الحقيقه في مجهود كبير جدا بيتم على مدار الساعه للميكنه والتحول الرقمي بالذات في المنظومتين الضرائب والجمرك، والحقيقه في
مجهود كبير وما زال كمان لتدريب ورفع كفاءات لبيئه العمل اللي بيها استقرار مش بس المنظومه الضريبيه لكمان مساعده بالضرائب اللي هتتحصل جميع القطاعات الاخرى المتضرره. الحقيقه كان في حزم للسياحه، حزم لمصر للطيران، حزم للمصدرين. الحقيقه انتهينا من 115 تقريبا اتفاق مع شركات للمصدرين للدفع بمبادره تسمى مبادره الاستثمار اللي بيها تضمن ربط التصدير بالاستثمار ومزيد من الانتاجيه. وهذه كلها امور متضافره مع بعض وجهود مش بس كمان وزاره الماليه، مع جميع الوزارات الاخرى تضمن لينا استقرار الاقتصاد بتاعنا. وده الحقيقه اللي انعكس على كثير من مؤشرات التصنيف الائتماني اللي بتقول ان مصر هي البلد الوحيده في الشرق الاوسط اللي هتقدر ان شاء الله تعدي الازمه وتحقق معدل نمو ايجابي خلال هذه السنه. ومزيدا تفضل. نعم سيدة السادة، كيف لكن كيف يمكن حماية اليوم المتلقي أو الجمهور من هذا التضليل الإعلامي الذي يتعرض له؟ يعني ليس فقط وزارة المالية وإنما كل وزارات الدولة تقريبا تتعرض لتلفيقات واتهامات كاذبة. هل يعني الإنجازات والتطور الهائل في كل يعني المسارات هو رد بحد ذاته، أم أن هناك يعني مجهودات إضافية يجب أن تبذل لضحط هذه الاكاذيب والشائعات؟ انا بجد دايما انه يكون في وسائل فعاله للتواصل الفعال مع الجمهور، وبالذات تعريف الناس بمصطلحات بسيطه، يعني ايه الفرق ما بين الضريبه وارتفاع نسبه الضريبه والحقيبه الضريبيه. وهذه الامور احنا بنسعى عليها بقى لنا اكثر من 5 سنوات باصدار تقارير مبسطه حول دوره اعداد الموازنه، بنسميها موازنه المواطن، نسخه المواطن من الموازنه المعتمده في خلال ساعات ان شاء الله هتكون بتصدر، ومعاها عدد كبير جدا من الفيديوهات المبسطه. وكمان عندنا اليه لاشراك المواطن بشكل فعال. لما نشرك المواطن بشكل فعال ويحس ان هو ليه دور وان المشروعات دي اللي هي اتدفعت بالضرائب بتاعته هو كمان من حقه انه يكون بالتصويت عليها. الحقيقه عندنا اليه اسمها الموازنه التشاركيه. هذه الامور تساعد انه الناس تكون فاهمه الرؤيه وتكون حاسه بالمسؤوليه او الاونرشيب، فيتحول المواطن من مجرد متلقي الى مواطن فعال له دور فعال على ارض الواقع، فيبتدي هو كمان يشارك في المنظومه. الحقيقه احنا بنسعى ده مع قطاعات عديده وبالتعاون مع كثير من الوزارات والمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. حقيقه هو مشوار طويل لازم نمشي مع بعض علشان التواصل الفعال هو اللي يمنع هذا اللغط والشائعات اللي ما لهاش اي مجال من الصحه. صحيح، يعني البعد المجتمعي ايضا هو بعد مهم جدا. سيده ساره عيد رئيس وحده الشفافيه والمتحدث الرسمي لشؤون الموازنه، اشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.